اهلا بالمتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة. اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتوا بتشاهدوا حلقة اليوم. وصفة جديدة وحلقة جديدة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في قلب مطبخك، يعني سهل تقومي تعمليها دلوقتي حالا. المكون ده موجود في كل مطبخ، بس ليه سحر رهيب في تنزيل الجسم. كمان المية الموجودة في جسمك يعني اسرع حاجة هتنزل معاكي الوزن هو المكون ده. ممكن تستغربوا شوية وتقولوا ايه هو المكون ده وقد ايه وليه المكون ده بالذات ان هو بيخسس. هقولك على كل حاجة وهقولك ازاي تستخدميه بالطريقة الصحيحة اللي هتخليكي جسمك ده عامل زي الطاحونة وهتخسي يوم عن يوم وهيبان عليكي. قبل اي حاجة عايزاكي تقيسي وزنك عشان تشوفي الفرق، والفرق هيكون واضح ان شاء الله. اهلا بكم حبايبي مرة اخرى من جديد. لو اول مرة تشوفوني فيلا اشتركوا حالا في قناتي بضغط الاحمر على زر الاشتراك، وفضلا وليس امرا حطي لايك على لايك. عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. اليوم هنعمل وصفة سهلة وبسيطة. ليه؟ لان مكوناتها كلها موجودة عندك في البيت، وهو ده احلى ما في الوصفات الطبيعية. اول حاجة ان هي طبيعية وامنة وتصلح للكبار والصغيرين. تاني حاجة بتمد جسمك بالفيتامينات والمعادن المغذية. وثالثا وده الاهم، ان هي بتخسسك بشكل رهيب جدا جدا يا بلد. نبدأ على بركة الله في طريقة تحضير الوصفة. اول حاجة بجيب الكسرولة بتاعتي وببدأ في طريقة وضع الوصفة او طريقة تحضير الوصفة. اول مكون هضيفه عندي هنا الليمون. الليمون من الحاجات التحفة جدا في التخسيس. بضيف نصف ليمونة لو حجمها كبير، ولو ليمون حجمه صغير بضيف ليمونة كاملة. ده بالنسبة للمكون الاول. بالنسبة للمكون الثاني، وهو من الحاجات المفيدة جدا في تخسيس واذابة الدهون، خصوصا الدهون المتراكمة في منطقة زي منطقة الذراعين والارداف. هضيف المكون التاني هو الجزر. والجزر زي ما انتوا شايفين متقطع الى شرائح. والمكون التالت والاخير عندي وانا بعتبره يمكن من اهم المكونات عندي هو الكوسة. ده بيكون شكلها طبعا مقطعاها لشرائح. واهم حاجة ان انا اهتم بغسيل كل هذه المكونات، لان زي ما انتوا شايفين انا هنا بستخدمها بالقشور بتاعتها. واخر حاجة هنزل عليهم طبعا بالمية بتاعتي، وارفع كل المكونات دي على البوتاجاز. واهم ما من طريقة تحضير الوصفة هي ازاي ان انا استخدم الوصفة بتاعتي للحصول على افضل نتائج. بضيف حوالي كوبايتين كبار من المية واغطيهم واحطهم على درجة حرارة عالية، وهاجي لكم مرة تانية. بعد مرور 15 دقيقة رجعت لكم تاني. طبعا انا بحطها على درجة حرارة عالية، بكون واقفة عليها وكل حين الى اخر بقلب فيها عشان المكونات ما تنزلش تحت وتتحرق معايا. وبعد مرور 5 دقايق بسيبها متغطية زي ما هي، واسيبها برا النار حوالي 10 دقايق. وعلى طول الخطوة رقم 2 هي اني ببدأ احضر المج بتاعي، وببدأ ان انا اشرب الوصفة بشكل مباشر وهي دافية بدون اي اضافات خالص، ولا سكر ولا عسل نحل ولا اي حاجة من الحاجات دي. ولا تقولي لي بقى السكر دايت ولا الحاجات الكلام ده كله انا مش هستخدمه. انا بس هستخدم الكوباية دي لوحدها. يمكن طعمها في الاول هتبقي مستغربة لانك هتكوني متعودة على السكر، ولكن مع مرور الوقت هتلاحظي ان انتي هتتقبليها، لانها بصي هي طعمها خفيف جدا زي طعم المية. هتشربيها كم مرة؟ 3 مرات في اليوم قبل كل الوجبات وبس كده، وانتظمي عليها. مش يوم ولا اتنين وتيجي تقولي لا انا ما خسيتش. لا، الموضوع ده مع الاستمرار. بالاضافة ان بعض الحاجات لازم تعمليها ان هي تساعدك على التخسيس. اشهرها طبعا ان انت تقللي شوية من كمية الاكل اللي بتاكليه، تبعدي شوية. وبس كده حلقة النهاردة انتهت. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم في حلقة جديدة على خير، وما تنسوش اللايك والشير.